قبل لا أبدأ المقطع يا شباب، هاي صفحة جيم سكواد لبيع الألعاب عبر الإنترنت. طبعا صفحة أحد أصدقائي الولد أسعاره جدا بسيطة، يعني فوق الستيم بشيء كلش بسيط، تقدرون تشوفوه وتعرفوا، حتشوفون الفرق بينه وبين كل الأسواق الموجودة هسه بالإنترنت. رابطه بالديسكريبشن، قولوا له بعطوا دزنا عليك وإن شاء الله يبيها الخير. السلام عليكم شوكي شباب، إن شاء الله بخيركم على راقي مطلع دراجوني، راككم حلقة جديدة. طبعا اليوم جايب لكم شباب لعبة كلش حلوة. اللعبة هذه هي اسمها درايجو، وش يسموها هاستف الله ديب ايو. لعبة شباب بيها هواي يعني خطوات وهواي تكتيك. والشيء الحلو اذا متت، اسان لعبت قبل ما اجيكم، الشيء الحلو اذا متت تقدر ترجع لك كل النقاط الابجريد والشغلات اللي صرفتها وجمعتها، النقاط كلها ترجع لك. يعني شوف هسه مثلا احنا ايش راح نختار، نقول رقم 1 ها، واهم شيء عندي انا رقم 8 بصراحة، خليه 5 خطوات حتى يصير سريع بالحركة. والسبيد والله حتى تدوس رقم 4 هاي الابجريد تسوي الاسلحه مالتك، تسوي رقم 4 حتى يصير يزيد سرعه الطلق مالتك، ورقم 6 حتى الدمج، والسبعه ايضا عشان امود الريلود يصير ريلود سريع. نقول ماكس وهيلث، والدمج هم 3. البروتكشن هاي ما اعرفها، يقول لك بولت بين روتيشن، اعتقد يعني الطلقه تقوم تفتر يعني اذا غلطه. المهم انا اخذت هاي المشين جان اللي هو يضرب هواي طلقات سويه. تعال حبيب تعال، تعال الله جابك، تعال تعال تعال. هذا مات الحلو، مات الحلو، انا قلت مات الحلو. عشتيدتش عشتيدتش المشين جان ارم فطم طططم. شوف هسه انا طبعا اذا تلعبون بدايه انتم ما توصلون هيك لفل سريع وهيك ابجريد هو. اوه على كيفك حجي، يا الخرط هذا السريع مالتك ما عجبني. الظاهر شباب افضل وسيله انه تاخذ التوين، مثلا جزء غلطان تاخذ التوين وزيد، يعني اكو بيها تكتيكات الصراحه. يعني شوف اكو تكتيكات بيها، احنا شو نقول بينتريشن اعتقد قصده بهاي، انه مثلا يعني يزيد الطلقات، طلقه تقوم تفتر مثلا، تقوم تفتر الطلقه وتروح عليه مثلا، يعني ما دافتين لا مو هذه روتيشن تفتر يعني. شوف 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 تعال 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 توات الحلو، وات الحلو، وات الحلو، انت هم وات الحلو، وجه الحلو الحلو. انه حلو مالتي، انه حلو مالتي، شو جرحه بس غليز. اي بادي تعال تعال تعال، الحلو مالتي طا 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 طا، الحلو مالتي طا طا، جمعتهم صقرهم، عطوا صقرهم، اني لصقرهم يا حلوين. اوكي نقول 6 حتى الدمج بولت. تعال 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 ابو عطوالي صقر، تعال تعال حبيب امك ما تقبل منا حاجي. هاي الدبابه صنعت عن طريق شركات ابو خالد، يشوفون الحق ورا الصغار. طاطاش ايش بك يا حاجي على كيفك، افلت افلت بيها يا ابو سماير. اوكي خلينا نقول الدمج بادي وايضا السبيد ولت، بعد ما نقدر نطور هسه. نايس 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 نايس، يا سلام، يا الله يا الله، ما الذي يحدث امامنا؟ والله لا صفق وعلق، هاي ما اعرف شو اسوي بالضبط، بس هاي كذا ما اعرفها بالانجليزي الورا بولت. الله يا سلام يا سلام يا سلام، تعال 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 تعال، الله جابك انت، الله جابك، تعال لك اقول لك تعال لك ملعون. اي اي فختية يا فوق، قتلت قتلت واحد يعني. انا اسف بالغلط بالغلط بالغلط، لك اقول لك بالغلط، ليش ما تحترم؟ 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 افلت افلت بيها يا اوه تعال تعال تعال، انت الحلو مالت، انت الحلو مال المنطقه، تعال ما ضرب عليك، ما ضرب، تعال اوعدك وعد واسقيك يا كمون، انت وخرني منك، تعال تعال. اوه عنده حساسية. اجمالا دم تفلة، اجمالا دم تفلة. اوكي يلا مشكلة، نقول له هيجي
اوكي نايس 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 بيبي، رجعني لفل 12 وانا كنت لفل 18، الظاهر اذا ينزل باللفلات 100. نايس 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 نايس. هاي طرقماتها ما تأذيني بالله اشوف. اخ هاي طرقماتها اذتني مو طريقتي. المهم حبيب امك ما تقبل من نحاتي، بس انا حدر اسمي ما طلع. ليش ما طلع اسمي؟ ليش مسواني؟ مو انا ولا خوش ولا حباب، انا اسمي اللي ضوج اكتب اسمي. لا تذكرون ما اعرف اذا انتم بعدكم، انا بوقتي يعني كان مثلا لما الطالب يسوي كاحي يوقف المدرس، يوقف واحد يكتب الاسامي خرب لنا والله، يسوي حروق يخلي وهذا البقاء المقارب المراقب اذا عنده جاب واحد اصدقائه ويكتب اسمه بس يعني. أرى بالله والله كان ضحك وانسى وقتها. هسه كل شيء انكشف وبان، تغير الزمن تغير الوقت، بس تبقى النفسيات حلوة. وهذا ما علينا منه البشر يعني خصوصا العراقيين، بعد اللي دي يصير بيهم الحروب وحروب نفسيتهم تغيرت. الواحد أقل شيء يحب يتعارى لك يعني حش الزينين. أنا أقصد يعني أكو قصة يعني عن واحد ولد طلب من صديقه، شوف شوف يعني يعني اكو عبره بالقصة اكيد. اكو ولد شباب احتاج فلوس عمليه، الابو يريد يسوي عمليه مال جراحيه، الابو ما عنده فلوس يسويها، فخبر صاحبه قال له الله يخليك شغل حياته امه تبغى يريد يسوي العمليه، واذا ما سوي هي خلال 3 اسبوع عفوا او 3 ايام يموت، فارجوك الحقني. قال له والله انا ما عندي بس راح اتصرف. قال له اوكي والله يا ريت الله، انا جمعت العدي والما عندي بس ما يكفي ساعدني. قالت الدليل صديقي، قال له شو كنت تعطيني فلوس؟ قال له عيدك تروح لل انتظرنا الساعة 6 العصر بال شو اسمه، انتظرنا الساعة 6 العصر بالقهوة. قال له اوكي، فراح الولد الساعة 6 العصر ما اجي. شو هذا يخابر هو دسراير حلو. لا هذا كنت خايف منه صرت هيك يعني؟ لا لا خابره 6 العصر شو يقول له؟ قال له ها اخوي بشر، كان يقول له والله شو اقول لك يعني بصراحه ها استغفر الله ما انا دايخ. خابره 6 العصر ما يجاوب، تلفون مغلق. قاعد يخابره صار الساعه 6 7 والولد يريد يحتاج الفلوس وما ذاك ماكو. صار 7:30 اجى الولد للقهوه، كان جاي قال لي ليش اخوي سد التليفون؟ يعني قول انا ما عندي فلوس، قول ما اريد اعطيك بس ليش سد تغلق التليفون ما تجاوب عليه؟ قال له حبيبي انا مو اغلق التليفون، انا التليفون ما تبعته وهاي الفلوس جبت لك اياها. يقول لك ذاك خت الجمل طبله من الفشله. اوكي شباب وصلنا لنهاية الحلقة، ان شاء الله ربعت بيتكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. كان معكم علي ابو عطوان من قناة راجو، نراكم مع السلامة، باي.